حبيبي. انا صار لي انا ساعه طالع ودور الي كان، بس ما بعرف. تفضل. تفضل تفضل، انا من طيب بعدك، ما عندك معنى، تفضل. السؤال للاخ سفوك، عدد تفضل. السنين اللي ظليت فيها مسلم قبل ان تلحد كم سنه؟ انا ما كنت ما في، هو وراثه ما كان في اسلام بالموضوع. يعني انت كنت ملحد من ولدت؟ لا، هو وراثي، يعني انا لما اعتنق دين، هو تمام انه تمام عائله مسلمه. عائلتك مسلمة، مسلم. كم سنة ظليت قبل أن تعلن أنه ما تآمن بهذا الدين أو بهذاك الدين؟ 35. حلو. أنت طبعا مطلع طبعا على لحظة 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 طبعا 35 هي المفروض فوق ال 18، يعني مشان يوعى الإنسان يميز، بس احنا ما اعتنقنا أساسا، هو وراثي كان كذا، وراثي وكذا. لأن عدى من فوق 18 لل 35، كم سنة؟ 10 سنوات، 15 سنة؟ ممكن وراثة طبعا، ليس اقتناع، حلو مش اقتناع ولا اعتناق. جميل. أنت اطلعت على القرآن والكتب السماوية كلياتها وطلعت النتيجة عندك أنه إلحاد؟ شوف عزيزي، أنا أنظر لسلوك البشر. السلوك هو تنفيذا للنصوص، فسلوكهم مرتبط بالنصوص، فالنصوص غلط. وأنا ما لوم البشر على فكرة، لو تقول لي الآن تلوم مين، أقول لك ألوم النصوص غلط. أنا ما لي علاقة بالبشر، أنا لي علاقة بشخصك. أنت وصلت من بعد نتيجة علمية أنه لا يوجد لا إله ولا أديان، كلها كتبوها هلا بشر وأساطير. شوف تمام؟ شوف، مسألة لحظة، مسألة الغيبيات وبعد الموت، هاي ما احنا مختلفين عليها، هاي عيبنا على بعدين نشوفها. الغيبيات. لحظة أرجوك، هاي مسألة بعد الموت ما وصلنا لها، يعني بعدين نشوفها، أما ما قبل الموت كله هراء. يا أخي أنا ماني قايل لا قبل الموت ولا بعد الموت، أنا عم أتخاطب مع عقلك. أنت مالي علاقة لا بالناس ولا بغير الناس، بدي أصل إلى نتيجة كيف وصلت لي قناعة بأن هذه الأشياء الموجودة، هي الأديان موجودة ما تقدر تنكرها، تمام؟ كيف وصلت لقناعة حتى وصلت لدرجة أنه هذا الشيء كله خرافة تمام يجب. تمام أول شغلة عملتها توقفت عن الترديد، لأنه العالم العربي والإسلامي عقل ما فيه، في عقلية يمشون ضمن عقلية. أنا خرجت من هذه العقلية، وضعت كل النصوص، كل العادات والتقاليد والنصوص وكذا، وضعتها تحت مجهر العقل والمنطق. فكل شيء ما يخضع لواحد زائد واحد يساوي اثنان، يجي يقول لي مثلا بالديانات واحد زائد واحد يساوي 67، هنا أرفضه. مثلا نمل يتكلم كب، حمار يطير وأسرى وكذا كب، حية تتحول إلى ثعبان كوب، كله فطلعت كله كوب، آخر شيء كبيت كل شيء، لأنه كل شيء غير منطقي. والله سؤالي واضح أخي سفوك، أنت ألحدت بالناس أم ألحدت من وجد هذا الوجود؟ لا تعترف بواجد لهذا الوجود. لحظة، أنا قلت لك بالنسبة للإله ما لنا خلاف مع، انسى موضوع الإله، احنا خلنا بالأديان أرجوك، الأديان غير منطقية، بس انسى الموضوع هذا، كل الحكاية يا عزيزي، ما تروح لي على طيب الإله والكون. طيب الإنسان العاقل حينما يترك شيء معيبا على عقله أن يعود إليه. يعني انا هذا الشيء ضليت عليه فتره 20 25 سنه، ما اقتنعت فيه، ما شفت فيه جدوى، معيبه لي كشخصي انا كانسان، انا لازم اطلع لقدام، تمام؟ اطلع على الشيء البديل. كان في شيء موارث من اهلي ومن الناس ومن المسلمين، كوراثه كعادات كتقاليد، تركت كل شيء، انا رايح لقدام اشوف لقدام. طيب ليش اما اشوف انت عم ضل ترجع لورا؟ الظل مو انا عم مو انا ترجع. مو لحظة، مش انا بدي افهم الناس، بدي اطلعهم معي كمان. طيب تفهمهم على ايش؟ ايش هو الشيء بين ايدينك الملموس حتى تقولوا تعالوا الاوهام اللي انتم عايشينها، انتم عايشين باوهام تمام وغلط، تعالوا شيء تمام ملموس انا بين ايديني. الان فوت على لايف لاحد الشيوخ الدين، عنده 1.5 مليون متابع، لايفه ما يطلع 150 200، شوف اللايف الان قديش مرتفع، 800، ولايف يا دوب بسيط جدا عادي. حسابي لو افتح حساب الان 1000 متابع، بس 1000 متابع افتحه الان، راح يكون سكور هذا موجود، النتيجه هذه ليش؟ يا دليل اخي انه في هاي ما متابع لها لي. علاقة بالنتيجة، هاي يا اخوي في انسان عم يطلع طيب وحتى هو ماشي، شكرا منقرض. لك شكرا لك، ممكن اعطي غيرك عزيزي، لانه الوقت عندي شو اسمه، نعطي غيرك. نادر تفضل. انا راح اسلم على الكل، سلام لك فوق حبيبي. انا بس راح أهلا. اكون مداخلة معه في بالاديان اللي عم نحكي فيها، الاديان السماوية. انتوا جيتوا مثلا كنحكي كاسلام، قالوا الاديان، انا بنظري كالشخصي قالوا انه الاديان السماوية اللي نزلت على الارض كلها تحرفت. طب هل ربنا اذا ما هو، اذا كان رب
خرج يعبد، إذا ما كان قادر يحفظ كتبه اللي هو منزله على الأرض، هذا إله لا خرج يعبد ولا خرج يصلي له. تركني من في شيء في لؤي اكتب، انا نسيت نزلك ترى، اكتب نسيت نزلك. عفوا يعني في بعض. طب ليش ما تقبل الرأي الآخر يا حبيبي؟ لا لا انا معك الرأي. انا معك راح لحظة نادر بس اخذ خبره يعني. في قانون اللايف نقبل الرأي الآخر بس يجي دوره. تفضل نادر. في الآن السعودية عندك اللي هي جامع الأزهر أو شيء الجامع الأزهر تبع بمصر. مصر. نعم. طلعوا صدروا قرار أن البخاري أنه ينفوه غير معترف فيه وغير صحيح. هذا صدر قرار أنه ما عاد يعترفوا فيه. ليش؟ لأنه فيه أحاديث مش صحيحة. حتى في من نادر في منهم سموه، في منهم سموه بدل صحيح البخاري سموه كذوب البخاري. إيه لأنه في إشي غلط. يعني مثلا بيجوا في واحد من الأخوة المسيحية قالوا لي، كان عم يحكي بمناقشة مع شيخ مسلم عن موضوع آية الرجم، قال له أخي أنا هلأ فوت بالإسلام إذا بتعطيني آية بالقرآن إذا فيها آية رجم، ولا مذكور بالقرآن آية الرجم. قال في حديث البخاري عن سيدنا عائشة بما معنى الحديث أنه كانت أكلت الدجاجة أو نقرت الدجاجة فراحت الدجاجة بما معنى، أنا مش حافظ الحديث عشان ما أتفلسف، بس مقصدي أنه عم نحكي كان أحكي إخوان الإسلام بيجي بيقولوا أنه المسيحية أنتو كتابكم محرف. أنا راح لكم كلمتين، إذا إله السماء غير قادر على حفظ كتبه اللي هو حاكي فيها هاي كتبي، هذا إله ضعيف. معناته لأنه تقصد نادر هذا، تقصد أنت عندك ثلاث كتب، إذا تحفظ آخر كتاب والاثنين الأوليات ما تحفظهن فأنت فاشل. مزبوط. هذا إله حتى ما بينعبد. إذا 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 الإله هذا مش قادر يحفظ كتبه، فإله هذا غير قادر إنه يحفظ هالكتب، معناتها ما خرج أعبده لأنه إله ضعيف. أنا هي مداخلتي فقط. صحيح. تحياتي للجميع وعليك حبيبي. يا مرحبا. ممكن نعطي رمزي، رمزي علي. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. أخس فوق، أنا في عندي رأي يعني طبعا بعد التحية لك ولضيوفك. مسألة. يا مرحبا. أكتم أكتم يا أكتم وأرجوكم أكتموا في قانون اللايف. ألو شلون ألو يعني. يعني مسألة إثبات عفوا في تشويش. ما في تشويش، نزلته لأنه ما يفهم بقوانين اللايف، قانون اللايف ممنوع حد يقاطع حد. تفضل ويكتم المايك. مع احترامنا للجميع يعني أنا أخصك يعني رأي خاص فيني. أنا برأيي يعني حتى كبار الفلاسفة المؤمنين والملحدين منهم يعني ما حدا استطاع أنه ينفي وجود، ولا الجانب المعاكس استطاع أنه يثبت الوجود بالشكل العلمي بالدليل المادي. فبالنهاية يعني أعتقد هذا النقاش يعني نقاش ما له نهاية. برمز يسألك سؤال لو سمحت لي بعد إذنك أكمل رأيي بكلمتين وتفضل. تمام. أنا اللي حاب أقوله اللي بيفيد المجتمعات واللي بيطور المجتمعات هو ليس إلغاء الدين، يعني نترك الشخص هو وقناعته على كيفه يعني يعبد ما يشاء يعني. لا ما يعني. لحظة اللي أنا بدي أقوله رامز هو ليش عابد ما يشاء. كلمتين بعد إذنك. اللي بدي أقوله فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وما تبقى كل واحد يصطفل يعني. رامز بس أقول لك شيء، إحنا مو ضده لما يعبد ما يشاء، المشكلة يتدخل بالآخرين. فنحن عزيزي لو يعبد ما يشاء ويسكت وينضب هذا شيء أرقى من هيك ما شفنا. بس هو المشكلة يعني أنا الآن مثلا ملحد أتحداك أروح على مدينتي، فهو ما يعني ما اكتفى بنفسه، فهو بده علي أرجوك علي ممكن أنزلك شوي. أيوة أنزلك واطلع بس تنضبط اطلع، لأنه ممنوع عندي عزيزي علي أرجوك علي ممنوع 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 أبدا ممنوع أي تدخل لما حد يتكلم يا علي أرجوك أنا نزلك وفيك تطلع ونطلعك مرة ثانية لأنه غير منضبط. شوف عزيزي إحنا لو يعبد ربه ويعبد دينه اللي يريد وينضب هذا شيء راقي جدا، بس المشكلة يطبقوا على آخرين يكفر الآخر. يعني الشمال السوري ما فيك تفوته، أفغانستان ما فيك تفوتها، لو يعني سوريا ما فيك تفوتها على المناطق اللي ما فيها قانون مشكلة. فأنت عزيزي إحنا هذا نريده ينضب يا أخي، يطبق دينه ينضب. ما إحنا ما نقول له نلغي الدين، نقول له انضب بحالك ما ينضب. مشكلة أنا
لحظة رمز، أنا أتكلم عزيزي، بدي أتكلم لأنك حاولت أقاطعك ما خليتني أساسا. شوف عزيزي، أنت من أنت من الشمال السوري، هو أنا أقدر أرجع الشمال السوري كملحد؟ أتحداك. ولا أنا كمؤمن جاي تجمل يا زلمة أنت. اسمع، هذا الشيء اللي احنا ننتقده يحق لنا عزيزي، يحق لنا وبقوة أيضا. ليش لازم نكسر الهالة، نكسر الهالة المقدسة الوهمية في رؤوسهم؟ ضروري. ناخذ السيد ياسر. ياسر تفضل. أنا معك ياسر تفضل. ما بعرف إذا في مجال. ياسر تفضل. ياسر تفضل، ما في مجال عزيزي. أنت خلصت خلاص، أرجوك ما يعني نتعب. أطلب مرة ثانية طلع جيست، بس لا تعبني خلاص. بس خلصت مداخلتك نعطي غير. ياسر تفضل، اطلب اطلب اطلعك اخي، انا ما ضدك، ماني ضدك على فكره. لما نزلك ماني كرهانك، بس اريد اضبط اللايف. ياسر تفضل. مساء الخير. اهلا، مساء الخير ابو عمر. ابو عمر راح اطلعك، بس لا تقول السلام عليكم ولا شيء، اطلع واكتم مباشر، لا حد يقول السلام عليكم. تفضل ياسر. مساء الخير على الجميع. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. تفضل. بس مداخلتي انه انت كملحد او انت اقتنعت بالإلحاد، يا ريت يا حبذا، هل أنت تجادل أناس عندهم خلفية تامة عن تكوين الكون أو الإله أو الديانات، ومن أتى المشرعين، ومن أين أتى كل هذه الأمور التي نحن نمارسها بحياتنا الطبيعية؟ أنا من خلال مداخلتي ونظرتي لللايف، كل اللي بيدخلوا معاك وناس عاديين ما عندهم خلفية تامة للحوار والمجادلة، وأنت طيب أن تقنعهم بمعتقداتك. أنت عندك خلفية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مو دورك يا عمر، هاي ثالث مرة نزلك وهاي الرابعة إن شاء الله. يا على رأسك. تمام. هاي الرابعة نزلك، رابع مرة نزلك، لأنه يقول لك اكتم بس يجي دورك. شنو يا السلام عليكم السلام عليكم، قلت لك اكتم خلاص انثبر. ياسر تفضل مداخلتك، ناطرك مداخلتي. صفوق انت يعني من عائلة عريقة يا اخي، شكرك بسوريا يا ابو، دخل على العائلة، دخل فات بالعائلة، فات بده يشخ بدفتر العائلة، بده يخري بدفتر العائلة. حيدر تفضل يا حيدر، اذا عندك شيء. بده يشخ بدفتر العائلة عاد، شكرك بدفتر العائلة. تفضل يا حيدر. نزل حيدر ماي. في الجست اللي تحت جيفارا. جيفارا مساء الخير شيخ سبوك. هلا بيك تفضل. انا من كردستان اتكلم معك. هلا بيك يا مرحبا. هلا وسهلا. انا معك على ظهرك على هاي الطريقه انت قربتها. هذا احسن طريقه، طريقه انسانيه، انت قاضي الطريقه الانسانيه. طبعا اكيد. انا شو اسوي من الطريقه الاسلاميه؟ الاكراد 72 مره سوى انفال، صورة آية من آيات القرآن سواهم أنفال. أريد أرجوك منك حلقة خليل. حلقة تتكلم عن هاي خليل. خليل أنت ممكن نعم. أنت والشباب تكلموا تناقشوا ممكن بهدوء، لما دقيقة واحدة وأرجع. يلا تناقشوا. أنا دقيقة واحدة. تسلم تسلم. أنا هم كمان مثلك ملحد،